عبد ماشي. الباسط اتفضل. اختيار كابتن محمود البنا عشان في ناس كلها بتسأل ليه اختاروا طاقم تحكيم مصري، وهل اعترض الاهلي والزمالك على تعيينه؟ لم يتلقى اتحاد الكره اي خطابات من الاهلي والزمالك على اعتراض على تعيين الكابتن محمود البنا. هم اصلا كمان ما بعتوش قبل 15 يوم او 14 يوم من المباراه زي ما اللائحه بتقول، فده اللي ادى الاتحاد شويه الجرأه او رئيس لجنه الحكام تحديدا ان هو يختار اجانب، بالرغم ان اتحاد الكره كان عايز مصريين منعا للمشاكل، كان عايز مصريين منعا لل اعكس اعكس كان عايز اجانب منعا للمصريين النهارده مكلام، كان عايز اجانب منعا للمشاكل. تمام يا شو، تمام يا شو، ماشي. كان عايز اجانب منع منع للمصريين منع للمصريين منع للمصريين عشان الراجل عداها. كان عايز اجانب منع للحرج، ماشي، منع لايه؟ للمشاكل. ولكن الراجل صمم قال ان انا مصريين حكمت نهائي الكاس الاهلي وبيراميدز، فخلاص انا عايز اكمل الموضوع بالمصريين، عايز اديهم الاريحيه في الموضوع ده لانه انا بحكم في فيديو يعني. فبالنسبه لنا ليه نجيب اجانب؟ تكلفه كمان على النادي الاهلي والزمالك $50,000 بتبقى شامله كل التنقلات والاقامه وتكلفه الحكام، هم الانديه مش قادره تدفع ده. $50,000 يعني دلوقتي كان زمان 15 فجاه وصلوا لهم بالظبط، فالموضوع بقى مليون ونص، بتتكلم في مليون ونص. يعني الموضوع بقى صعب يعني. وانك بتلاقي الدولار فالموضوع اصعب. اتحاد الكوره كمان ما فيش فيه سيوله ان هو يعمل ده، خصوصا ان البطوله بتاعته، ولكن هو ما عندوش الامكانيه ان هو يعمل ده. والله البنا حكم مميز جدا. ليه بقى اختيار الكابتن البنا؟ لان هو الحكم مميز جدا، كل المباريات اللي بيديرها التقارير الخاصه بتاعته بياخد 10 من 10. ربنا يبارك له، بيراعي ربنا فعلا في تحكيمه. ده حقيقي. كابتن محمود البنا من حكام الصفوه بالنسبه للراجل، هو شايفه من حكام الصفوه. الراجل بيعمل حاجه كويسه جدا من يوم ما جه، انه كل شهر بيجري كل الحكام اختبارات. كل الحكام فيهم ناس، انا بقول لك في اسماء كبيره لا داعي لذكر اسمها دلوقتي يعني، ما حكموش الفتره اللي فاتت. الناس دي مش عشان اختيارات، الناس دي عشان ما نجحتش في الاختبارات اللي الراجل بيعملها. الجري فهو بيعملها شهريا، وبقول لك قائمه دوليه غير دوليه بيعملها علشان خاطر هو عايز يفلتر القائمه الدوليه اللي جايه ويفلتر كل الاختيارات، بحيث يبقى هو اللي مختار، محدش بيملي عليه.